بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم إخواننا الكرام مشاهدين الأفاضل، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي نوافيكم فيه كل ثلاثاء في هذا الموعد تحديدا عند الساعة 7 مساء. نسأل الله لنا ولكم الخير والصلاح إن شاء الله، ونبارك لكم ذكرى الولادات الشعبانية. جعلنا الله وإياكم ممن ينتهجون نهجهم إن شاء الله تعالى. ينير الجلسة دائما ضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله، السلام عليكم وهنأكم الله سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأسعد الله أيامكم أجمعين سيدنا، الله يحفظكم ووفقكم بإذن الله. إخواني الكرام، بعد 10 دقائق من الآن بإذن الله تعالى رح نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم وطرح أسئلتكم من خلال أرقام الظاهرة راح تظهر أسفل الشاشة في حينها بإذن الله تعالى، فكونوا معنا الآن. رح نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية سيدنا الكريم، ونحن نقترب من ذكرى النصف من ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في النصف من شعبان. يتبادر إلى الذهن عمل من أفضل الأعمال كما صرحت الروايات الشريفة، اللي هو انتظار الفرج. كيف يكون مجرد انتظار عمل، وكيف يكون من أفضل الأعمال؟ وضح لنا لطفا شنو معنى انتظار الفرج سماحة السيد. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. في واقع الحال، من الأحاديث المشهورة جدا ومتعارف عند الكثير على أنه أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. لا إشكال ولا ريب أنه قضية فرج إمام زماننا وظهور إمام زماننا هو في واقع الحال ليس شيئا إلا أنه انتقالة من زمن غيبة إلى زمن حضور. نعم. وليس هناك شيء يختلف في جوهر الإسلام. الإسلام هو هذا، كان في زمن رسول الله حاضر، رحل رسول الله وليه وخليفته، ولي المؤمنين وخليفته الإمام المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وعلى حال قتل واستشهد في سبيل الله، جاء ولده الحسن، وهكذا إلى أن وصلت إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذهب بإرادة الله وبقضايا كثيرة وأسباب مختلفة إلى الغيبة. نعم. فهذه الغيبة في واقع الحال لم تغير شيئا إلا أنه كان الإمام حاضر صار غائب، ولكن المفاهيم والقيم والحدود والأحكام والشريعة على حالها، يعني ليس شيئا. حسب تعبيرنا يقول يا أبا إحنا نعيش حالة طوارئ. شنو حالة طوارئ؟ بعض القوانين تعطل والدستور يعطل، مدري إيش. لا، ليس هكذا، إنما كان وليا ظاهرا وترك أولياء وترك علماء وترك فقهاء على أن يديروا دفة المسؤولية فيما يرتبط ببيان أحكام الشريعة وإدارة شؤون الأمة في غيبته، ولكن رعايته من خلف الستار عليه حال مشهودة. فالنقطة الأولى أريد أقول أنه ليس هناك شيء يختلف فيما إذا جاء الإمام ونحن اليوم. فأنت إذا كنت تنتظر إمام زمانك فلا بد أن تنتظره وأنت على مستوى عالي من الالتزام. نعم. كما أنك مسؤول اليوم في زمن الغيبة، أنك مسؤول اليوم أن تكون على مستوى عالي من الالتزام. الالتزام والتدين ليست قضية حسب تعبيرنا مش يسموها مؤقتة، كماليات أو مؤقتة بأوقت أو على حال متحيزة بحيز. لا لا لا، المسؤولية والالتزام على حال مفروض على الإنسان منحي لبلوغه، البلوغ الشرعي، إلى أن يلقى ربه، إلى أن يلقى ربه. فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. هذه رواية، نص رواية. فإذا كان الحرام محمد وحلال محمد إلى يوم القيامة، فنحن مسؤولون عن حرام محمد وحلاله. زين، شنو اللي راح يختلف سيدنا؟ نعم، نحن ننتظر فرج إمام زماننا لأن نعرف أنه سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً. هذا اللي راح يريحنا، تزول الفتن
وتزول على حال الابتلاءات اللي احنا فيها وهذه التخرصات، وهذا يقول أنا الحق وذاك يقول أنا الحق، وهذا يقول أنا معاي الكذا وذاك يقول معاي شعوب تجوع وشعوب تقتل، أحسنتم الظلامات والمظلوميات والقهر والاستبداد. هذا يأتي مولانا صلوات الله عليه يملأ الأرض قسطا وعدلا وبتفاصيل كثيرة. إذن النقطة الأولى، نحن ظهور إمام زماننا بالنسبة إلينا ليس شيئا جديدا بالنسبة لمسؤوليتنا، مسؤولياتنا نفس. نعم. أنت لابد تكون بار بوالديك، لابد تبقى بار بوالديك. أنت حسن الجوار، لابد حسن الجوار محفوظ. سيدنا ليش مهدت بهاي النقطة يعني؟ أريد أقول أنه أيها الأحبة أيها الناس، لا تتصورون أن فرج صاحب الزمان شيء غير اللي احنا الان. يعني اذا اجى امام زمان بعد احنا ما عندنا على حال ماكو التزام او ماكو حدود، ماكو فروض. لا، مو هالشكل. حدود وفروض والتزام ومسؤوليه وجهاد بلي. وامام زماننا على حال ياتي، نعم، بقدره الله سبحانه وتعالى، باراده الله سبحانه وتعالى، يقمع مع معسكرات الشر والاستبداد ويعطي ذي الحق حقه وما إلى ذلك. زين، النقطة الثانية، أنا لما أقول أنا منتظر، منتظر لمن؟ والله منتظر لإمام زماني. زين، المنتظر لأي شخص أو لأي مشروع أو لأي قضية لابد أن يكون انتظاره انتظارا يناسب المنتظر، يناسب المشروع اللي هو ينتظره. نعم. لو لا يتقاطع وياه. ما أدري أنا سؤالي واضح، لو أوضح شوي أكثر. تفضل سيد. أنا منتظر واحد نزيه، منتظر واحد طاهر، منتظر واحد شريف، منتظر واحد عفيف، ومنتظر واحد عادل. زين، لما أنا منتظر واحد عادل وعفيف ونزيه، هل لابد أن تكون حياتي تطلع إلى تلك الصفات، أن أكون نزيها عفيفا ملتزما محترما قاسطا عادلا؟ لو لا، فسق وفجور وأنا أنتظر العدل ما تتناسب، ما تأحسنتم، ما تتناسب. أكو شيء اسمه السنخية. السنخية مهمة. أنا لما أنتظر مشروع صالح لابد أن أكون على مستوى عالي من الصلاح. لما أنا منتظر، بعض الناس ينتظرون سيدنا عيد الحب. عيد الحب شنو؟ مفاهيم وقضايا أنا ما لي الآن مو دخلي فيها، بس تعرف الشريحة اللي تنتظر هذا يتناسب مع المشروع اللي هم ينتظرونه. يعني ليس لهم مع القضايا التي هي في الواقع مأمورين بها بحسب الحدود الشرعية والدين والأخلاق، ما يعني متحررين، فهذا عادي. كل على حال كل مشروع، مثل ما الصائم منتظر عيد الفطر مثلا، ما أحسنتم، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فأنت لما تبحث عن حقيقة العدل الإلهي، طبعا أنا آسف ضربت هذا المثال حتى نبين الفارق بلا إشكال يعني. لا، مو يعني إحنا الواقع، شو إخواني، إحنا منبر حوار، منبر توعية. بس واحد يقول ليش أنت تغمز بقناتي أو ليش تغمز بجانبي؟ قضية هي الشكل، قضية لما أنا أدافع عن فكري وأدافع عن مبادئي أوتوماتيكيا لابد أقول ترى غير هذا غلط. هذا واضح، لا إله إلا الله. لابد أنا إذا أثبت وجود الله لابد أن أنكر الآلهة الموجودين. لما إذا أثبت الفضيلة لابد أضرب الرذيلة وأصحاب الرذيلة. واضح هذا يعني؟ ما يحتاج واحد يقول السيد يريد يطعن بالآخرين. واضح، ما عندنا أنا مع أصحاب الديانات الأخرى نفس الكلام قلت لهم في مؤتمر المؤتمرات. قلت لهم إحنا لما نقول لجماعتنا للمؤمنين لا تشاركون في احتفالات رأس السنة الميلادية لأن هي مو احتفالاتنا ولا مبادئنا، شنو ترايحين؟ قلت ليش ضد هذا؟ إحنا مو ضد المسيحية أصلا، مسيحية على حال نظرائنا في الخلق كما يقول أميرونين، ولكن أكو شيء اسمه يابا إحنا هذا خطنا وذاك خط. فلما أدعو الناس إلى خطي أوتوماتيكيا أنا لابد أن أنبه الناس على أنه تلك الأمور بخطوط أخرى. أحسنت. فأقول أنا مشروع الإمام الحجة، مشروعي الإمام المصلح الذي سيأتي يملأ الأرض عدلا وقسطا. زين، هل مناسب أن أكون إنسان مبتذل وإنسان مختلس
وإنسان خائن بالأمانة ما يصير. فلذلك انتظار الفرج بمعنى أن أكون منتظرا إيجابيا لا منتظرا سلبيا. سواح يقول شنو معنى منتظر السلبي؟ منتظر السلبي قاعد يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان زين يا صاحب الزمان زين، بس أنت سويت لصاحب الزمان؟ وأنت منتظر ضيف، المنتظر ضيف يهيئ بيته يرتب بيته يعدله يرش ماء يكنس. شلون ممكن أعمالنا الصالحة تكون هي بمثابة يعني تهيئة؟ تهيئة بلا أشكال. شلون سيدنا؟ باعتبار أنه هو لما يجي على أساس أنه يجي حسب تعبيرنا إلى قاعدة معينة أو قاعدة على حال مناوئة. واضح. أريد أكون معين. المعين لابد أن يعينه صلوات الله عليه، يعينه فيما أتى من أجله، فلابد أن هي نفسي. الممهدون الذين يمهدون الطريق لمولانا صلى الله عليه وسلم. فمو صحيح أن أقول أنا والله منتظر انتظار حقيقي، ولكن الموسيقى والأغاني والمدري إيش والمراسلات التعبانة والعلاقات الكذائية والخيانات المالية ما تتناسب. لابد أن أكون منتظرا إيجابيا على أن أنزه على حال أطهر نفسي أزكي نفسي عائلتي. وأنا قلت يوم الأيام، وهذا على حال الأخوة استقبلوا هذه الكلمة اللي قلتها في يوم الأيام، قلت لهم شوفوا يعني إذا الإمام الزمان اللي إحنا نقول نقول يا مولا يا مولا أظهر لنا يا مولا قرب على حال فرجك. زين إذا أجى الإمام الزمان صلى الله وسلم عليه ودق الباب عليه، دق الباب عليه بيت رشيد الحسيني، نعم أريد أطب جو، أريد أطب جو، أنا محمد المهدي أريد أجي، بيتي جاهز، بيتي جاهز لاستقبال هذا السيد، تلفزيوني نظيف من القنوات التعبانة، موبايلي نظيف من مقاطع التعبانة واتصالات التعبانة، سلوكياتي ويا أهلي وأطفالي نظيف، شلون أنا أقول سيدنا أفضل إذا ماكو زحمة سيدنا أوقف أنا بس هذا الستلايت مالتي أسوي له ديلت حسب تعبيره، شنو ديلت شنو كذا؟ يعني أنت إنسان ما مستعد أنا أجيك يا حبيبي، لما أنت ما مستعد أنا أجيك ليش تقول لي عجل؟ شنو عجل؟ واضح شباب ليش يقول؟ نرجع لرواية التنور سيدنا بالحلقة السابقة. أنت هيئ نفسك لما يدق الباب يقول أهلا ومرحبا، لا هاي موبايلاتنا وهذه قنواتنا، افتح مولاي شوف إذا أكو رقص إذا أكو هذا تعاملاتنا فيما بيننا. أحسنتم، شوف عقودي وشوف عملي وشوف فلوسي اللي توصل إلي مال حلال مال حرام. لابد أن نتهيئ أحواني، أما أنه بلي عجل فرج ما أدري إيش هذا مي يعني لا يصب في دعم مشروعه صلوات الله وسلامه عليه. هذه نقطة مهمة جدا. نعم. فتعالوا أيها الأحبة حتى نكون ممن عمل عملا عظيما أفضل أعمال أمتي أفضل. ليش سيدنا مجرد انتظار هو أفضل الأعمال؟ هو مو مجرد انتظار. أحسنت، لأنه الانتظار بمعنى التزكية والتمهيد، والله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أصلا هدف الأنبياء التزكية. فأنا لما أنتظر يعني أزكي، أنتظر يعني أهيئ أنظف بيتي، خلاص هو هذا. يعني أنا لما أعمل في سبيل تحقيق هدف الأنبياء شو يريد الله بعد؟ الله شو يريد هو هذا. فأقول إحنا في الواقع نحتاج أن شوي تكون نظرتنا شوية دقيقة وبعيدة وأفقنا واسع. أحسنتم سمعت سيدي، إضاءات مهمة جدا. يعني موضوع موصل بالموضوع بس بشكل عرضي وبشكل سريع أريد أسأل حضرتك سيدنا، لما يذكر الإمام المهدي متعارف اليوم في مجتمعاتنا أن توضع اليد على الرأس، هل هذا له أصل سيدنا؟ يعني شوفوا هي رمزيات، يعني صافا أنت لما على حال تذكر واحد يعني رجل مقدس أو إنسان على حال تحبه تحاول أن تبين في النوع. أنا مثلا واحد يذكر والدي رأسا أقول رحمة الله عليه، أو أنه مثلا قدس الله روحه، هذه إشارات وبيانات على أني أنا عندي فرد حسب تعبير عندي علقة بعضة. فلما يذكرون إمام زماني أقول يا مولاي رأسي فداك، هذه رمزية أنه أنا رأسي على حال تحت أمرك، شو تريد أنا بخدمتك، نوع من البيان الخضوع والخشوع. أحسنتم سمعت سيد على هذه الإضاءات، شكرا جزيلا.
وإن شاء الله الفائدة عمت للمشاهد الكريم. أيضا الآن بإمكانك أن تشاركنا من خلال الاتصال على الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. يا ريت يعني المجال مفتوح للجميع، ولكن يا ريت تكون الأسئلة مرتبطة بالقضية المهدوية وقضية التمهيد لما هو أفضل. ما أتكلم عن علامات ظهور ولا أشياء مرتبطة بعلامات آخر زمان، لا، كيف نمهد أنفسنا لاستقباله، كيف نرتب حياتنا، اجتماعاتنا، معرف علاقاتنا في حياتنا جميعا بما يتناسب. هناك دخلنا في بيت أحد الناس سيدنا، لقينا عبارة حلوة معلقيها على الجدار: اللهم اجعله بيتا إذا نظر المهدي إليه تبسم. حلو، حلو هذه العبارة. حلو 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 حلو. على بركة الله نبدأ باستقبال المشاركات بإذن الله تعالى. أول مشاركة من نسمعها رسالة صوتية، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. سيدنا سويت عملية مال فقرات، واليوم صار 3 أشهر ما مداوم. هل راتبي بإشكال؟ لا ما بإشكال، يعني ما أقدر أمشي، مشيتي كده صعبة. صح. مبارك الله فيك إن شاء الله، الله يكرم عينه عليك. تفضل سيدي. هذه بصمة صوتية، كان المفروض أن أسأله أنه حبيبي أنت عندك إجازة، عندك إجازة مرضية، فغيابك عن العمل كان بحسب الضوابط القانونية أو لا؟ فأنا راح أجاوب على التقديرين. إذا كانت في واقع الحال قضية صحية طبية تحتاج إلى إجازة مرضية وأنت عندك إجازة مرضية، فأنت على حال في حل، يعني أنت معك عذرك، عذرك القانوني، وهو أنه أنا مريض ما أقدر أباشر العمل، فلا فيحق لك التصرف في راتبك، وراتبك حلال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان هناك تخلف في الدوام وكذا، تقول سيدي أخو ما أعطوني إجازة شو أسوي، هذا بحث آخر، هذا تروح تشتكي مدري إيش، توصل أمرك على أنه أنا معذور والجماعة على حال يمنعوني من حقي، هذا بحث آخر. نعم. أما التغيب بدون عذر قانوني هذا في إشكال، ولكن لابد القضايا أن تحل بحسب سياقات القانونية. بس عموما لا إشكال في من كان له عذر قانوني وشرعي أنه يستحق الراتب. طيب إذا كان خارج الضوابط سيدنا مثلا، وبعدين قال أنا الفلوس اللي خذتها بهاي الأيام أريد أرجعها، يصير يبرئ ذمته؟ بلي ممكن. اليوم جاني واحد، سبحان الله، اليوم الصبح جاني واحد قال سيدنا أنا صار عندي ظرف وما داومت، ما داومت، وهذا الراتب مال هالشهر وأنا ما أستحقه، شو سوينا؟ قلت له طيل الفقراء بإجازة الحاكم الشرعي. يعني مو يرجع عن نفس المؤسسة؟ لا، وين المؤسسة مولانا يروح على حال إلى متاهات إلى كذا، لأنه تتوزع تروح. لا، أنت بإجازة حاكم شرعي تطيء إلى من يستحق من الفقراء. أحسنتم سيدنا. بعدنا منتظرين مشاركاتكم إخواني الكرام وطرح أسئلتكم، ونكرر التهنئة لكم بهذه المناسبات السعيدة، ذكرى الولادات الشعبانية المباركة. نأخذ مشاركة أخرى، عندنا اتصال هاتفي بين ما يجهز الاتصال. محمد ويانا، تفضل يا محمد. الأخ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. العفو سيدنا، أنا يعني عندي أكثر من سؤال، لأنه أنا يعني أدور عليك من قناة لقناة والحمد لله أحد في هاي. حياك الله، لقيت السيد اليوم، تفضل انطيني الأسئلة ولكن حاول نختصر، تفضل. إن شاء الله. السؤال الأول، هل يجوز للأب أن يفرض على أولاده أن يتنازلون عن خصتهم من ورث أمهم المتوفية؟ بني. نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سيدنا أنا علي قضاء. نعم. وقاعد أقضي وأسجل، وأريد أقضي يعني بسنوات طويلة، أقف فيها وأقوم فيها، طبعا ما أسمع أنا تمام الصوت، ما أدري إذا أسمعوني. تفضل. نعم، استمر أخوي، اسمعك واضح. عندي 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 يعني ضعف بجسمي، أحيانا يصير عندي ألم بالركبة، بس ما أدعي إنه الألم يسبب لي عجز، ولكن يؤديني، وأحيانا لا أقدر أقوم أصلي. جيد. طيب. أيه. واضح. هذا واضح. طيب سؤالك الثالث. عندي السؤال الثالث والأخير، هذا كلش حساس سيدي. تفضل. أنا أهم علي الصيام، لأنه سويت عملية وظليت تقريبا 3 سنين ما أصوم أو 4 سنين، وبعدين سويت عملية ثانية والحمد لله قدرت أصوم. نعم.
بس انا ما اختبرت نفسي الاختبار الحقيقي انه انا اقدر اصوم لو ما اصوم، ضليت اشك. انت لا انت تقدر بس ما اصوم، ضليت اشك بس مو يعني بعدين واضح. فهل علي كفاره لو بس قضاء؟ ما اعرف يعني انا يعني ما بتشد ان شاء الله تسمع الاجابه. اقدر اسالك سؤال اخضر العزيز في امرني سيدي؟ هذا السؤال الأخير فيما يرتبط بأنه أنت كنت معذور، يعني كنت مسوي عملية معينة اللي ما تقدر تصوم، عملية ما أدري في الكلى أو في القولون أو كذا ما أعرف، بس عموما عملية كانت تمنعك من الصوم وأنت ما صمت، واستمر هذا العذر إلى رمضان قادم، يعني من رمضان إلى رمضان. هل هالشكل كانت يعني استمر العذر عندك من رمضان إلى رمضان؟ سيدنا هو استمر العذر بس مو بشكل قوي، يعني انا قصيت معده وصير عندي خوف انخفاض بالسكر، فطارت عندي مره مرتين وراها ما جربت. واضح. يعني صرت ادوخ وكذا، وحتى هسه احيانا لما اطلع اتمشى اخلي حلاوه بجيبي. صحيح صحيح. فجأة أتعرض وأخير. واضح. شكرا شكرا لحضرتك أخي الكريم محمد. رمضان اللي فات صمت وكل زين. الله يتقبل إن شاء الله. ورا السحور يعني تعبت. الله يديم صحتك إن شاء الله. شكرا على اتصالك أخي محمد، تحياتنا إليك. نأخذ اتصال من حجي أحمد، تفضل. حجي أحمد تفضل عزيز. أنت بالنسبة براءة الذمة للميت يعني تكون بالخير باللسان، مثل واحد شادينا ماخذينا للمقبرة ويصيحون الناس برود ذمة برود ذمة، لكن بالقلب ما نداري فرمنا، لكن باللسان داري هاي شلون تصير براءة الذمة. تمام، يعني انت تقول انا باللسان برايتها بس بقلبي ما باريها، تصير لو ما تصير صحيح؟ اي تصير لو ما تصير هاي براءة الذمة. ان شاء الله تسمع الجواب يا اخي يا حجي احمد، شكرا جزيلا لك على اتصالك. حجي علي تفضل. ظهر المشكلة قوية الحجي احمد لدرجته بالتشيع ما يرضى يبريد الذمة. حجي علي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله عزيزي، اهلا وسهلا. نعم. عمرها 115 سنة. ما شاء الله، الله يعطيك طولة العمر والعافية. فهي يعني صراحة لا تقوم ولا تشوف ولا تقعد، حاجتها تقضي عنها يعني احنا نقضينا عنها ننظفها ونكلي. نعم. وهاي وإنسانها لا تقدر تحكي، يعني السبب ترى لا تقدر تسوي، يعني حتى يعني حتى أنا من بدي أحاكيها ما تفتي من كلامي، ويعني شلون أقعد أقضيها شلون أرتب لها. تقصد بالنسبة لعباداتها؟ للعبادات. واضح. بعد والسؤال الثاني، أنا يعني ندعي لها هي تحكي أنا ما أفهم كلامها فأضبط لها، فأنا استقطيها يعني استقطيها وأقوم عليها، يعني هل الحجم حرام من عديه يعني شلون يعني؟ يعني أنت إذا ظل قاعد يمها تصير عصبية هي قصدك؟ لا مو تصير عصبية بس تسألني على شغلات أنا ما جاي أفهمها. واضح. ما جاي يفتي لنا، فأنا يعني أتنصر عنها وأبوم يعني، يعني الحق الحرام شلون يعني جاي. واضح. سؤال آخر حجي. سلامتك الله يرحم والديك. يعطيك العافية ويوفقك إن شاء الله، شكرا جزيلا على اتصالك. سيدنا نبدأ مع سؤال أو أسئلة الأخ محمد، اللي هو بداية هل يجوز للأب أن يفرض على أبناء أن يتنازلون عن حقوقهم من إرث أمهم؟ ماكو يعني ماكو عندنا دليل على أنه واحد يقدر يفرض على الآخر أن يتنازل عن حقه، أنت لابد أن تنازل عن حقك وإلا كذا، ما عندنا دليل على أنه يجب أن أتنازل عن حقي فرضا وغصبا حتى لو أبوي اللي قايله. أي نعم، تيجي الأخلاق. نعم. هذا القضية الفقهية، لا يحق لأحد أن يلزمني على أن أتنازل عن حقي. نعم. حتى لو كان سلطان، إلا نبي الإسلام، إلا أئمة الهدى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني الرسول أولى. نعم. ذاك عنده ولاية علي وعلى كل ما أملك، فقضية أخلاقية. أما والدي ما عنده شي ولاية، والدي ولكن أنه يفرض عليه تعالى تنازل عن حقك وإلا أنت مثل كذا، ما له حق. يجي الأخلاق أنه على حرض الوالد واحترامه وكذا، هذا شيء آخر. فهل ملزمين نحن شرعا؟ الجواب لا، ولكن أخلاقا شيء آخر. بالتي هي أحسن. بالتي أحسن. أحسنتم سيدنا. مروان تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدنا الله. حياكم الله مولانا. تفضل.
تفضل عزيزي. أول سؤال، إحنا تعيين الفتوى يوم 2014. نعم. ويعني تعيين الفتوى اليوم طبعاً أنا شايف. بس على كيفك على كيفك خلي أفهم كلامك. فتوى عام 2014 بيها. من دخلنا يعني بالعسكرية. طبعاً عندنا شهايد. نعم. إحنا تعبنا شهايد. وزورنا شهايد وبس. سوا. نعم. يعني هاي تعتبر حلال حرام، حتى تجد عينه ذات تعرفين يعني. زين، السؤال الثاني. السؤال الثاني لازم تفوت تطلع يعني تتفاوض تبي حرام، تعرف الا تتفوت انت. مو واضح مو واضح، عيد وعلى كيفك خلي افهم الكلام. اقول لك اذا اصابه عندي اصابه ايه واطلع يعني وحدات ثابته، حلال حرام، يعني. اطلع وحدات ثابته؟ ايه. واضح عندكم سؤال سيدنا؟ نعم. ما فهمناها يعني شنو تطلع وحدات ثابته؟ تطلع يعني انت المفروض ما تروح وحدات ثابته، وانت تروح لانه تدعي الاصابه لو انت صدق مصاب لو شنو، وضح لي اكثر. صحيح صحيح. ها هيجي. انت ما عندك اصابه اصلا؟ لا عندي اصابه بس الحمد لله. ها صارت زينه بس انت بعدك يعني بحجتها ما تدخل، تمام واضح واضح. وخصوصا الشهاده حتى احنا اللي بدنا نعينها دوره الحرم. يعني قلت علينا مجالس تحقيقية. شبيه المجالس التحقيقية؟ مو واضح السؤال. قلت الوظيفة يعني قلت لك أنا تعيننا بالفتوى. ها تقصد الشهايد؟ الشهايد قلت لك علينا مجالس تحقيقية يعني. لجان تحقيقية، زين هسه احنا نجاوبك على الشهايد حلال لو حرام، بس لجان التحقيقية شنو نقدر نسوي لك؟ يعني عم بقول لك يعني حرام يعني تعيننا بالوظائف مزوقة. إن شاء الله تسمع الجواب أخوي الكريم وتحياتي له وشكرا جزيلا الأخ مروان. شوي نتوقف عن اتصالات اخوان حتى نلحق نجاوب على الاسئله وبعدين نرجع نستقبل. نفس الاخ محمد سيدنا قال علي قضاء فاني اقضي واسجل، حسب الظاهر كان يتكلم عن الصلاه. يقول عندي ضعف والم بركبتي بس مو لدرجه انه مؤذيه بشكل كبير. اولا احيي الاخ الكريم على انه رجع الى ربه، قال انا فتره طويله ما كنت اصلي والان بديت كذا، جزاه الله خير وان شاء الله تعالى عوده ميمونه واستقامه في عمله ان شاء الله. ولكن عموما مو بالضرورة يا أخي العزيز، مو بالضرورة إنسان أن يقضي بطريقة مهلكة ومنهكة. يعني أنا اليوم أريد أن أقضي 10 أيام وكل يوم 17 ركعة، 170 ركعة، قوم وأقعد قوم وأقعد. أكو ناس طبعا أنا أعرف ناس عايشين على الصلوات يعني عن الموتى ويصلون هالشكل. فمو بالضرورة يعني أنت مع صلاة الصبح في الصلاة، مع صلاة الظهر في الصلاة، مع صلاة يعني خفف على نفسك وهون حتى لا تتأذى ويصير عندك سوافان لا سمح الله. أحسنتم سيدنا. سؤال الآخر نفس الأخ محمد قال علي صيام، سويت عملية مرة مرتين تخربطت، يقول بعدين ما جربت نفسي فما صمت، يقول الآن أنا أقدر أصوم وصمت رمضان السابق، فبالنسبة للسنة اللي أنا ما جربت بيها نفسي وما كنت متأكد علي كفارة لو فقط قضاء؟ شوفوا أنا ليش سألته، قلت له أنت من كان عندك عذر في أوائل الأيام العملية كان عندك عذر وجربت يعني تخربطت وقلت خلاص أنا ما أقدر فافطرت لأنك عندك مشكلة قص معدة وكذا. زين هذا العذر استمر عندك وما قدرت أنه الصوم، يقول ما كنت متأكد سيدي ما يخالف، ولكن هو يقول جربت، من جربت أنا افتهمت أنه أنا عندي مشكلة. نعم. فما صمت بس ما حاولت أن أجرب مرة ثانية، وإنما بنيت على الحالة السابقة يسموه استصحاب. استصحاب يعني الحالة السابقة أجيبها الآن وأقول أنا كما كنت معذورا الآن معذور، كما كنت ضعيفا الآن ضعيف. نعم. فيستصحب الحالة السابقة. هل هذا صحيح؟ إذا كان هذا الأمر على حال عقلائي لا بس فيه، مو أنه يتعافى ويأكل وكذا ويقول أنا والله نفس العذر مثل هذا الأخ اللي بالمقاتلين وأنا عندي فد إصابة وبنفس الإصابة جاء أحاول أنه أبرر، هذا ليس يصير هالشكل. الإنسان إذا كان عنده عذر واقع عن عذر يعني يمنع من الصوم خلاص هو بينه وبين الله. ويقول أنا كنت شاك. كنت شاك؟ كان المفروض أنه شنو؟ يجرب يقول أنا ما جربت. ما جرب. فيقول لي أنت على حال إن شاء الله تعالى فقط عليه قضاء ما عليه كفار، لأن أنت شاك في أصل شنو؟ في أصل أنه أنت متعمد، الأصل عدم التعمد. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ هشام ويانا، تفضل يا هشام. نعم. شغل عند والد متوفي. نعم الله يرحمه. أيوه أريد مثل خاف مطلوب شيء مثل شط مكان صدق إيش أقول للفقير. هو موصي؟ أي متوفي.
موصي؟ موصي موصي بصلاة صوب؟ لا موصي، يعني أنا كنت صغير يعني ما موصي، قلت لي قلت أمك أنا مثل خاص. زين أنت أنت ابنة كبير هشام، أنت ابنة كبير؟ لا أنا ثالث واحد. واضح حياك الله. طيب سيدنا لا. شكرا أخي هشام، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب سيدنا الأخ علي، المفروض جواب محمد جاوبنا على أسئلته جميعا. حج أحمد يقول شخص ماخذين يردون إلى مثوال أخير، فبالطريق قالوا يا جماعة ابروا للذمة، فيقول أنا بريت، أو واحد يبري الذمة بلسانة بس هو بقلبه ما باري الذمة، يصير هل تجزي هاي عن هاي لو لا؟ في واقع الحال الإنسان عندما يكون مظلوم وصار عنده ظلامة وما يريد يبري ذمة، يقول هذا أكلني، هذا هتكني، هذا سقطني، هذا شهر بي وأنا ما أبري ذمة إلى يوم القيامة. زين هاي القلوب على حال هالشكل، مرة شوفها الإنسان تأخذ العاطفة وتأخذ الرأفة وكذا، يقول يا بريت ذمة الله على حال يسامحني وأنا أسامح حتى الله يسامحني، قلبا وقالبا. مرة لا، الناس يقول يا أبو محمد يا عزيزي خطيك، دقول يلا قول ما بريد ذمة، بس في قلبه هذا رب العالمين هو يتكفل القضايا، مو يمي هو رب العالمين يتكفل. ولكن تقول أنه سيدنا يعني شنو أنا ما راضي هاي حكايتي، هذا بعد عند الله سبحانه وتعالى، هذه أنت اجعلها بيد الله. ولكن عموما أنا أنصح نفسي طبيعة الحال، أنه صحيح إحنا الناس هو يظلمونا، أكو أشخاص ظلمونا ظلم واقعا في وقته مهلك، ولكن خوش السوي يقول إن شاء الله يا ربي أنا أسامحه وأطلب من عندك المسامحة. يعني بالنهاية أنت لازم تحول الإنسان إذا تنازل عن من ظلم وعن ظلمه سيدنا بلي. جزاء رب العالمين راح يكون أكبر. يعني أنا الآن أطلب فلان حق، يوم القيامة التقينا، فهو سيكال له لي منه أيه؟ في حال انه انا ما بريت للذمه مثلا صحيح. في حال بريت للذمه راجيا ثواب الله، المكيال راح يكون اكبر بلا اشكال. رب العالمين نعم. راح يقول انت رحمت لاني انا امرتكم بالرحمه، جزاك الله خير. يعني الله سبحانه وتعالى يجزي. احسنتم سيدنا حسام، ويانا تفضل يا حسام. يلا تفضل اخوي انت على الهواء عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي شونا؟ يا أهلا وسهلا، سؤالك عزيزي حسام. بس نصينا صوت التلفزيون أو روح المكان ما بي تلفزيون. إيه. اسمعني بس من التليفون تفضل. أني كل سنة أصوم. نعم. ومن مقلدين السيد الشهيد الصدر القدس وقنسي زكية. نعم قدس الله صدر. وسالفة الموضوع التدخين. نعم. وأني برمضان أدخن. نعم. نعم. هذا جواب. تمام. تسمع الجواب إن شاء الله. عندك سؤال آخر أخي حسام؟ لا مشكور يا عمي. تحياتي لك وشكرا على اتصالك. طيب سيدنا الأخ حجي علي قال والدتي عمرها 115 سنة عاجزة تماما، حتى يعني وضعها ما تقدر لا تتكلم لا مو مفهومة يعني. فيقول بالنسبة للعبادات. حبيبي شوف الإنسان مكلف بينه وبين الله، وبعض الأحيان من يوصل الإنسان إلى عمر على حال كبير، القرآن يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، ومن نعمره ننكسه، يعني قدراته العقلية، قدرات الشعورية، قدرات البدنية كلها تنتكس، يرجع كالطفل، يوكلوه وينظفوه، سبحان الله هذا الإنسان هيك. فهي إذا ما تشعر لا بالوقت لا تشعر بالكذا، خلاص عيفوها وما يحتاج ماما ترى أذن قومي أجيب الوضوء، ما يحتاج، هي قالت إذا جيبوا لي وضوء كذا ما يخالف. أما إذا هي ما تشعر فلا خطابة فلا تكليف عليها، لا تكليف نعم. عليها، فلا تتعبوا نفسكم، هذا أولا. وثانيا شنو كان عنده؟ ثانيا سيدنا يقول لما اقعد يمها مرات تحكي وياي حكي انا ما افهمه وتريد جواب، فانا يقول ابتعد، فانا من ابتعد سيدنا كانه شلون يتمرن ايش بيك ان اي بث. اي نعم احنا عندنا هالشكل، تحكي انا ما ادري ايش تحكي وتريد جواب من عندي واجاوبها ما عندي، فاقوم تزعل تقول ليش هذا ما احترمني، ليش انا جاي اساله اتكلم وياه ليش كذا، ليش يصير اهانه صدق، هذا شعور جزاك الله خير
هو يراعي شعورها. لا تقوم عن هالشكل، غير الحكي، جيب لك سالفة، جيب لك نكتة ضحكها، جيب لك اعطيها أكلة، اعطيها كذا، غير، ولكن حاول أن تحافظ على كرامته ومشاعره. أحسنتم سيدنا الكريم. أم خضير تفضلوا. عندي ثلاث فقرات مقاري وسايتات وما أقدر أكبر تكبيرة الأحرام، أصلي الجلوس حلال حرام. شنو عندك حجية؟ شنو عندك فقرات؟ ثلاث فقرات عندي مقاري وسايتات. تمام، ان شاء الله تسمعين الجواب. الان شو نصلي؟ شنو من جلوس من قيام؟ اصلي نوبات قوة اقف اسوي تكبيرة الحرام، نوبات اقعد جلوس ما اقدر اقف. صحيح صحيح، تحياتنا لحضرتك، يمن عليك بالعافية ربي ان شاء الله. شكرا جزيلا اختي حجية. قبل الجواب او سؤال الاخت مخضير سيدنا الكريم، الاخ هشام او لا عفوا الاخ مروان، الأخ مروان يقول لما دخلنا طلبوا شهايدنا لما صارت احتلال داعش وهذه الأمور، يقول طلبوا من عندنا شهايدنا فزورنا شهايد وانضمنا للجيش العراقي. يقول أول شيء هذا حلال لو حرام اللي صار. شوف أخي الكريم، قضايا كثيرة تصير يعني في التسجيل وفي الانتماء وفي الانتساب، يصير تجيب كذا وزور حتى بس أمشي. طبعا هذا لا يقبله الشرع، أنه هذا تزوير وهذا كذب وهذا على حال عدم واقعية، ما يسمح الشرع يعتبر هذا كذب وغش، ما يقبله. يقول سيدنا ما يخاف، احنا ارتكبنا حرام ونرفع يدنا، اللهم اغفر لنا، اللهم سامحنا، يكفي. الفقهاء يقولوا إذا كان الإنسان يؤدي مهمات، اسمعوا جيدا، هواي مهم هذا اللي أقوله، إذا الإنسان يؤدي مهماته ومسؤولياته بشكل صحيح بينه وبين الله والخلق والقانون، فهو يستحق أجرة عمله. فأنا ما أستحق أجرة شنو؟ أجرة شهادتي، أنا أستحق أجرة عملي. فإذا تأدي مسؤولياتك ومهامك بشكل صحيح لا إشكال في راتبك. زين سيدنا، مو هو أكو شيء اسمه على الشهادة ينطون؟ إيش أحسنتم، يجي أنا ويابة ترى أكو تحفيزات، أكو مخصصات، مخصصات للشهادة، هنا أنا في إشكال. هالمخصصات زيادة بإشكال. أما إذا لا أصل الانتساب، يقول أنا ما يخاف انتسبت بس أنا جاي أشتغل، الله شاهد أدي العمل بحذافيرة. نعم. يقولوا له لا إشكال في راتبك وإن فعلت حراما. قال لجان تحقيقية وأنا شلون وكذا، ما أدري، قال همات حلال حرام الموضوع. يظهر والله العالم، يقول إذا جت لجان تحقيقية أنطيهم فشي كذا يسكتون أو أنه كذا، هذا في مشكلة يعني. على حال النجاة في الصدق، وليش تروح بعيد سأنا؟ ليش أفتح ملفات سابقة؟ هم نفس مجلس النواب، نفسه هو مجلس النواب سنوا قانون عجيب، سنوا قانون أن الشهادات المزورة يعتبروها كذا، يعني للأسف يعني هذه هم عندهم هالشكل حالات. فأنت على حال حاول أن تكون صادقا مع نفسك ومع غيرك، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك باب. نفس الأخ مروان سأل، قال أنا عندي إصابة ها، بس عندنا اتصال تأخر. الأخت الكريمة أم محمد، أختي أم محمد تفضلي. أنا نادي أكون حيل ونبات عندي يعني ما أقعد أقعد يمهم يطفوني وحيف أقول ما أطبوا بيوتهم، وبعدين يجربوني وأطبوا بيوتهم، يعني هم أكو إشكال. أولادي شيء الذوج، فأنت تحلفين ما تدخلين بيوتهم بعدين ترجعين تقضين الحلف وتطبين، هيك سؤالك؟ مثلاً أنزل يمنا حد يطفوني، شي يسوون؟ يطفوني يمنا. شو سيدة؟ يطردوج؟ إيه بعدين بس نصي بعدين نصينا صوت التلفزيون أم محمد، رجولة ضدوني بعدين أحطبوا بيوتهم، هم علي إشكال من حين. واضح سؤال واضح أحسن. تمام. وبعدين أني ان شاء الله تسمعين الجواب. تحياتنا للحاجة ام محمد وشكرا جزيلا على اتصالها. شباب نكتفي بهذا القدر من الاتصالات لانه صار عندنا مجموعة كبيرة من الاسئلة. نفس الاخ مروان سيدنا سأل، قال عندي اصابة قديمة، فانا بحجة هاي الاصابة القديمة ما قاعد الزم، هذا اللي فهمته من سؤاله، واجبات فاروح الاماكن كأنه اهدى او مقرات ثابتة وسماها وحدات ثابتة، يعني هذا يدخل في يعني يدخل ضمن السياقات الكذب. يعني ما يجوز انت على حال تاخذك في الذريعه حسب تعبير المثل، يقول قميص عثمان، وتحاول انه كل سنه يقول انا عندي فلان. الانسان في واقع الحال لابد يكون صدوق،
واقعا السيد صدوق في عمله، انت كان عندك اصابه والحمد لله تعافيت، اما تجي هذه كل ساعه تجيبها والله انا عندي فلان كذا وانا ما ادري ايش، هذا فيه نوع من الكذب، فالانسان لازم يتحرز من الكذب. شوفوا الكذب حرام، حرام ومعصيه، ولكن الاعمال التي اؤديها والاستحقاقات التي اخذها هل هي ايضا هي محرمه؟ اكو كلام بين الفقهاء انه الحرمه تكليفيه ولكن لا تؤثر في الحكم الوضعي، الحكم الوضعي يعني استحقاقات، انت قد تستحق ولكن ارتكبت حراما. في غير الفقه سيدنا عندنا بمروياتنا انه من تمارض مرض ومن تفاقر افتقر، اكو شي روايات في انه الانسان واقعا من يعني يلقن نفسه ويوحي نفسه يبتلى. طيب سيدنا الاخ هشام يقول عندي والدي متوفي واني ما ادري، خاف مطلوب والدي خاف ما مطلوب، حضرتك سالته موصي والدك؟ قال ما موصي، وهو مو الابن الاكبر له. ما عندك اي مسؤوليه يعني من ناحيه الشرعيه، جاتك من ناحيه الشرعيه لست مسؤولا عما في ذمه والدك ما دام لم يوصي، ما دام لم يوصي ماكو شيء. اما تقول هذه القضيه الاخلاقيه راح اتكلم عنها، اذا شرعا فقها انت ما عليك شيء، يجي بر الوالدين هي قضيه اخلاقيه، انت تقول لا اريد اساعد ابويا قد في ذمته شيء، جيد ولكن ليس واجبا، جيد ممتاز، سوي اللي تقدر عليه لتخفيف ما قد يواجه والدك من عليه حال من المحاسبات يوم القيامه، ما في اشكال ولكن ليس واجبا. أحسنتم سيدنا. الأخ حسام يقول أني من مقلدي السيد محمد محمد صادق الصدر قدس الله سره، أني كل سنة أصوم ولكن في رمضان أثناء نهار رمضان أدخن، فيسأل عن هذا الحكم. في واقع الحال إذا كان الأخ الكريم يقلد السيد الشهيد رحمه الله تعالى في حياته، يعني من كان أيام حياته، فباقي على تقليده ما في أي مشكلة. نعم. البقاء على تقليد الميت بعد أن البقاء، لما نقول بقاء غير الابتداء، ابتداء الابتداء ما يصير واحد يقلد ميت ابتداء، إذا كان باقي على تقليده سابقا لا أشكال في ذلك، ويجوز له ما يفتي به مقلده مرجع، مرجع قال يا أبي التدخين ما في مشكلة في رمضان يجوز لك، ولكن هاي ولكن انتبهوا لها، هاي ولكن هواي مهمة، ولكن إذا كان الشيء اللي أنت تسويه عند مشهور الفقهاء أن هذا من المفطرات فليس مناسبا، شوف ليس مناسبا مو حرام، ليس مناسبا التجاهر فيها، تجاهر يعني التظاهر بالأسواق شرب الجغار، ليش؟ لأن يعني تراعي الجو العام والفتوى العامة لمشهور الفقهاء أن راعيها. تقول سيدنا أنا شو يخصني بالآخرين؟ أنا أخي الكريم أنت مأمور على أنه ماذا؟ تحافظ على هيبة رمضان وعلى حال و حرمة رمضان فيما عند أكثر الفقهاء. فلذلك أنا قلت سابقا وأقول أنه إذا تشرب وحدك في غرفة أو في مكان اشرب السجارة ما في مشكلة بينك وبين الله، لا إشكال في ذلك، ولكن أن لا يكون هناك نوع من اللي يوحي نوع من الهتك. أحسنتم سيدنا. الحاجة أم خضير سألت قالت أني أصلي من جلوس مرات وقوفا وبعدين ما أقدر أكمل، عندها مشاكل بالفقرات سيدنا، تسأل عن حكمها. شوفي حجية، رب العالمين ما كلف الإنسان إلا بمقدار طاقته، إلا بمقدار طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إيش قد تقدرين؟ تقول أنا ما أقدر أوقف سيدنا، عندي فقرات كلش تألمني، خلاص قعدي قعدي وصلي، بس تكبيرة إحرام إذا تقدرين بس تكبرين وقعدي أقري ما في مشكلة، على الكرسي وقعدي، بل يمكن لك هذا الشكل تصلين، شوفي الله أكبر أقرأ الحمد والسورة بعدين أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هاي إذا كلش ما تقدر بس سيدي. راسي إيه نعم بس راسي، إذا ما تقدرين تقول سيدنا أنا الانحناء كلش يأذيني، لا تنحني براسي سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، ما في مشكلة بالإيماءات يمكن ذلك ولا إشكال فيه. يعني كأنه في الوقت يعني للوقت اللي تتم سيدنا، عندنا اتصال من الأخت الكريمة أم مهند، تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أتواصل ويا أختي؟ تفضلي سيدي اسمعكم بس نصينا صوت التلفزيون تماما وطرحي سؤالك أختي، تفضلي. ألو نسمعك أختي، تفضلي سؤالك. سيد السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. اهلا ومرحبا.
سيد أنا إذا سأل عن ابن حماي أنا عاش وياي تقريبا من عمره 5 سنوات حصار عمره 20 سنة. نعم. أمه وأبوه من فصلين. نعم. وصار بمرض شديد. نعم. أو شدمة يعني عن ترى زوجي العقل الدوام. نعم. فهاني قمت يعني أجلكم الله أحول وغسلني وأنا عشت وياي. شنو تسوين انتي؟ تحفظه. تحفظي تحفظه وغسله. وهو كبير؟ مو كبير، هو كبير. اي سيدنا العمر 20 وصل ياهم. ايه يعني ما حد موجود ويانا البيت حتى يساعد، يعني اما للدوام ابو ما موجود، بس انا واختي اختهم هم 20 سنة. نعم. ابدا اشوف يعني الحق من هاي ادري عندنا ولا ما يصير مريض. هو سيدنا مريض اعرف اقول بتي ما يقدر يعني هو يعني ينظف نفسه وما يقدر كذا يطهر نفسه الشكل. لا ترى مشان شال النص يعني حتى بعد ما يشوفك ما يعرف. وانتي لما تتعاملين هالقضية هذه لا سمح الله يصير إثارة، ما يصير إثارة شنو؟ لا سيد، لا عندك تشوف ويعني أنا أختي يعني واحد. حياكم الله. شكرا جزيلا أختي أم مهند، تسمعين الجواب إن شاء الله. تحياتنا لحضرتك. سيدنا الأخت أم محمد قالت أني هذا اللي فهمنا اتصال مو كلش واضح كان، قالت أني أولادي يؤذوني فأحلف ما أطب لبيوتهم، بس كأنه يطردوني قالت، أو ما سمعنا الكلمة بوضوح، وأرجع أدخل مرة ثانية وتتكرر العملية. شوفي حجية، النذر واليمين الحلفان والعهد، هذه الأمور ما تصير شرعية إلا إذا كانت في أشياء الله يرضاها ويحبها. رجاء أن أريد أشرح هذه القضية لأنه كثير من الناس هو شوفي. كأنه عندنا سؤال أخير وعندنا دقيقة ونصف. مو مشكلة. شوفي أنت لما تقولين أحلف والله أضرب فلان، يقول هذا الحلفان مو شرعي، ليش تضربين فلان؟ هذا ظلم، ما يجوز. فالشيء الغلط أو الشيء المو صحيح، الشيء اللي الله ما يريده، هذا الحلفان وهذا النذر ما يحسنته ما ينعقد. أنت تحلفين والله بعد ما أطب بيوتكم، هذا قطع رحم، هذا ما يصير. فهذا ما حسب تعبيرنا الله ما يمشيها، يقول هذا مو حلفان، لأن اليمين تنعقد في شيء راجح، في شيء محبوب عند الله، مو في شيء مبغوض عند الله. واضح. واضح. فلا تقولوا والله لله علي أنه مثلا ما أزور فلان، هذا هو فلان من أرحامه ما ينعقد. ليش؟ لأنه زيارة احنا مأمورين بها عند من الشارع. فهذه إن شاء الله ما عليك، يقول استغفر الله ربي وتوله وروحي. أم مهند كان آخر سؤال سيدنا سمعته حضرتك، ابن حماها رجل غريب عنها من عمر 5 سنوات إلى 20 سنة عنده شلل نصفي، فهي تنظفه وتقول أختها موجودة، ومثل ما سألتها حضرتك ما تحصل إثارة. على أي حال أختي الكريمة، الضرورة تقدر بقدرها، بمقدار الضرورة أنت تقدرين تعاملين، أما بالأريحية وشوفين وتقلبين وكذا ما يصير، يعني هذا ما يجوز. نعم إذا أنا أقدر أطهره وأنظفه بدون أن أشوف، بدون أن أشوف، أو أنا بالنظر بدون أن ألمس، وين اللمس بدون نظر يمكن أن تسوين الشغلة يعني تكملين مشكلته، أو بالنظر. بعض الأطباء يقول سيدة أنا بس أشوف المكان أفتهم هذه مريضة أو لا، ما يجوزك تقيس، يعني ما يجوز تلمس. فمقدار الضرورة. أحسنتم، لذلك قالوا الضرورات تقدر بقدر الله، يأجرك إن شاء الله تعالى، ولكن دير بالك الشيطان لا يغري. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، مدك الله بالعون دائما وبالصحة والسلامة والعافية وقبول الأعمال، شكرا على كل ما تفضلتم به. مشكورين، جزاكم الله خير، بارك الله. لا تنسونا بدعائكم سيدنا احنا والمشاهدين الكرام. سهل الله أمركم وأمرنا إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم. الشكر موصول لكم أيضا إخواني الكرام أعزائي المشاهدين، لنا لقاء إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل، لا تنسونا بدعائكم وجناب السيد خصوصا ليلة النصف من شعبان، هذه ليلة عظيمة، لا تنسونا ليلة النصف من شعبان من الدعاء. وأضيف إلى ما قاله السيد أيضا لا تنسونا في هذه الليلة المباركة. شكرا، في رعاية الله وحفظه.